ديري لاباس عليكم؟ كل شي بخير. هاني الله يحفظكم لي الغاليات ديالي، الله ينوركم، نهاركم مبروك، تبارك الله، ما شاء الله عليكم، الله مبارك. ايوا اليوم يا البنات راه جيتكم واحد الوصفه راه غزاله وزوينه، البنات اللي كيحتاجوها وكيبغوا يديروها انا نوريكم شنو اللي كاين فيها ان شاء الله الرحمن الرحيم، باش نتوما ان شاء الله تجيكم على الخاطر ديالكم كما نتوما بغيتوا، الله يحفظكم ليا. ايوا تبارك الله عليكم يا البنات. قبل ان شاء الله ما نقول لكم شنو اللي كاين في هذه الوصفه هذه، ما تنساونيش من اللايك ديالكم، الله يعطيكم الخير، وديروا لي ابوني وديروا لي وتشتركوا هذا الخير هذا مع احبابكم وناسكم وهلكم واللي كتبغوا، الله يحفظكم ليا ان شاء الله الرحمن الرحيم. عادي نقول لكم شنو اللي كاين في هذه الوصفه هذه، راها غزاله يا البنات. راه كاين البنات اللي كيغسلوا شعرهم وكيصايبوه وما كيشوفوش فيه واحد اللمعان، واحد اللمعه كتكون في الشعر كلشي كيبغيها، كيبان داك الشعر كيتبارك كما كنقولوا حنا. الا بغيتوا يا البنات ان شاء الله الرحمن الرحيم هاد اللمعان يكون لكم في شعركم ويكون يبان لكم زوين وغزال كما نتوما بغيتوا، ملي كتصايبوه ولا ملي سميتو كتبغوا تفرحوا به كتبوه يبان لكم فيه داك البريق ويبان لكم شعركم زوين وتفرحوا به. يا البنات اللي كيحتاج واحد جوج اللي هما مكونات راه غزالين وطبيعيين وزوينين وكلشي كيعرفهم، راه هادشي تبارك الله، راه كلشي ما كاينش اللي ما كيعرفش المعدنوس وما كاينش اللي ما كيعرفش النعناع. النعناع يا البنات والمعدنوس راه هو اللي كيدير لكم داك البريق وداك اللمعان في شعركم، كيبان لك الشعير علم زويناتو كيلمع وغزيول وفنيون وتفرحوا به. ايوا ان شاء الله الرحمن الرحيم يا البنات. هادو اللي كيحتاج هاد اللي كيولي لكم في شعركم، داك البريق اللي كيولي في الشعر كيحتاج لكم المعدنوس. عرفتوا المعدنوس وعرفتوا الفيتامين اللي كاينين فيه وعرفتوه تبارك الله لا للبشره ولا للشعر، راه زوين ومفيد وغزال. واخا نضل نقول لكم عليه راه نتوما عارفين شنو اللي كاين في المعدنوس اللي هو البقدونيس، الله يحفظكم ليا الغالي. والنعناع، النعناع راه عرفتوه حتى هو راه زوين غزال. وهاد النعناع هذا راه زرعاه الوالده في السطح، زرعاه الوالده في السطح، دايره في واحد دايره دوك الصنادق ودايره فيهم نعناع طبيعي ما فيه لا دواء ما فيه حتى شي حاجه، راه الفن. ايوا يا البنات كتاخذوا واحد الكاسرونه وكديروا فيها هاد الربيطه ديال المعدنوس، وانتم كتنقوها وكتغسلوها حيت راه داكشي راه الشعر اش كدير، وكتزيدوا عليها واحد القبيطه ديال النعناع هلاك هكا يا البنات، كتزيدوا عليهم واحد الكويس ديال الماء وكتردوهم فوق البوطه. ملي لكم كتردوهم فوق البوطه كتوركوا على داك النعناع يهبط في داك الماء باش ما يتحركش، كتبقاو تورقوا عليه حتى كيدخل كلشي داك النعناع وسط داك الماء، وراه كيولي لونو خضر ما كيكونش محروق ولا حتى شي حاجه. ملي كتخلوه يا البنات يغلي واحد 10 دقائق ديال الغليان، كتشدوا داك الماء وكتصفوه، وملي كتغسلوا شعركم مزيان كتشللوه به، كتشللو هاد النعناع وهاد المعدنوس كتشللو بداك الماء ديالهم شعركم مزيان، كتشللوهم وكيولي لكم فيهم واحد اللون في شعركم راه غزال، كيبان لكم الزغب كيبري اوكي كيسني او كيما نتوما بغيتو ان شاء الله الرحمن الرحيم. وانا غادي نطبخو وغادي تشوفوا كيفاش غادي يكون داك الماء اللي بنا نشلو به الشعر، الله يحفظكم ليا. ها هو يا البنات بعد ما كنطبخوه يا البنات هانتوما كتخلوه مزيان حتى كيغلي لكم وكيولي لكم اللون بحال هكا، شفتوه كيفاش كيولي اللون، كيولي لكم في هذا اللون. كتشدوه يا البنات وكتغطوه وكتخلوه 3 سوايع، من بعد ما كديروه في الماء وديروه على البطاطا يطبخ لكم دوك جوج عناصر ديالكم مزيان في الماء يرخو، كتخبوه وكتخلوه 3 سوايع، ومن بعد كتصفوه وكتستعملوه شعركم. ها هو شوفوا كيفاش كيرخي، راه كيرخي واحد اللون زوين غزال، وكتستافدوا منه وكديروا الشعيرات ديالكم، راه كيولوا شعيراتكم يا سلام غزالين وكيولي لكم فيهم واحد البريق، راه الفن. اللي كيبغي داك اللمعان في الشعر راه كيجي لي داك اللمعان، راه الفن، راه غزال تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك، الله يحفظكم ليا الغاليات وبالصحه والراحه. وعرفتوا المعدنوس راه غني بالفيتامين والنعناع حتى هواك، وعرفتوا تبارك الله داكشي راه زوين وفيه فيه المنافع للبشره والمنافع للشعر، وفيه تبارك الله الا نتوما شربتوه راه زوين، ولا غسلتوه به راه زوين، واي حاجه درتوها به راه زوينه، راه المعدنوس راه هائل وانتم عارفينه تبارك الله. والنعناع حتى هو راه منعش لا للبشره ولا للشعر ولا لكلشي. ايوا ان شاء الله الرحمن الرحيم تعجبكم هذه الوصفه هذه
وبالصحه والراحه، وما تنساونيش الله يعطيكم الخير من اللايك ديالكم والدعم، الله يعطيكم الخير، وتفرجوا وتابوناو مع احبابكم وناسكم اللي كتعرفوا. الله يحفظكم ليا، وانا راه ما نتخلاش عليكم، الحاجه اللي نعرف راه كنوصلها لكم. الله يعطيكم الخير، الله يسهل عليكم، وهذه راه حاجه مفيده وغزاله ومؤكده، وان شاء الله الرحمن الرحيم راه تعجبكم ومبارك عواشيركم. والسلام عليكم، الله يحفظكم ليا.